العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا في درسنا الماضي قد بينا أن القراءة الفصحى في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم بإبدال السين صادا في كلمة الصراط، وهي لغة قريش. وقلنا إن الأصل هو الصراط بالسين، وعرفنا أن هناك قراءتان سبعيتان، إحداهما لابن كثير وهي القراءة بالسين، والأخرى لحمزة وهي القراءة بالصاد مع إشمامها بحرف الزاي. والأصل كما قلنا هو السين الصراط، وهو من الفعل سرط يسرط سرطا من باب فرحة، أو سرط يسرط سرطا من باب نصر، ومعناه بلع اللقمة بلعا سهلا. وسمي الصراط بهذا الاسم لأنه يبتلع المارة الذين يسلكونه، بمعنى يشملهم ويحيط بهم كما يشمل الحلق اللقمة التي تمر به ويحيط بها. والصراط يذكر ويؤنث، بعض قبائل العرب تذكر الصراط والطريق والسبيل، وبعضهم يؤنث هذه الثلاثة. والذي جاء في القرآن الكريم هو تذكير لفظ الصراط ولفظ الطريق، أما السبيل فجاء مذكرا وجاء مؤنثا. جاء مذكرا في قوله تعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وجاء مؤنثا في قوله تعالى قل هذه سبيلي يدعو إلى الله وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. ويجمع صراط وهو مذكر جمع قلة على أصرطة، صراط وأصرطة كجهاز وأجهزة ورداء وأردية وغذاء وأغطية إلى آخره، ويجمع جمع كثرة على سرط على وزن فعل ككتاب وكتب وحجاب وحجب وسراج وسرج. والقياس في جمعه وهو مؤنث على أفعل كذراع وأذرع. وقد وصف هذا الصراط بلفظ المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالمستقيم صفة للصراط، والمستقيم اسم فاعل من الفعل استقام، استقام فهو مستقيم. ولفظ مستقيم هو مطاوع قومته فاستقام، ومعنى المطاوع الفعل المترتب على فعل ساق أو هو نتيجة له. عندما تقوم قومت شيئا نتج على هذا التقويم كونه قد استقام، وهذا يسمى فعل المطاوعة. انكسر الزجاج كسرت الزجاج فانكسر، وهكذا، وله عدة صيغ. والأصل هو الفعل الثلاثي من قام، قام يقوم قياما، ومعنى القيام هو الاستواء بلعب الجاج. ولفظ المستقيم الياء فيه منقلبة عن واو، لأن الأصل فيه المستقوم، لأنها من قام يقوم، الأصل واوي. ويقال في تصريفه نقلت كسرة الواو إلى القاف قبل الواو فصارت الواو ساكنة، ثم قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة قبلها فأصبح المستقيم. هذا من حيث تصريفه. ومعناه في الاصطلاح الهندسي هو أقرب خط يصل بين نقطتين. إذا افترضنا أن هناك نقطتين متقابلتين فأقرب خط يصلهما هو المستقيم، لأن هذا الاتصال قد يكون بخط هلالي أو خط منحرف، ولكن أقرب الخطوط التي تصل النقطتين هو الخط المستقيم. ومعناه في اللغة لا يبعد عن هذا المعنى بل يتلاءب معه. فالمستقيم في اللغة هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه ولا استواء، ويصل سالكه إلى بغيته وغايته من أقرب الطرق. هو نفس المعنى الهندسي. ومعناه اختلف فيه، فبعضهم قال المقصود بالصراط المستقيم هو الحق، وبعضهم قال العدل، وبعضهم قال العقائد، وبعضهم قال هو أحكام الإسلام، وبعضهم قال حدود الله، وبعضهم قال الصلوات الخمس، وبعضهم قال ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. أقوال متعددة، ولكن أنسب الأقوال ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصراط المستقيم هو دين الحق، وروي عنه أنه هو ملة الإسلام، والمعنى واحد، وهذا هو الأولى. وهذا التعريف كونه دين الله الحق أو هو ملة الإسلام يشمل كل ما قالوه. فدين الله الحق يشمل العدل ويشمل الحق ويشمل العقائد ويشمل الأحكام ويشمل حدود الله ويشمل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والصلوات الخمس، يعني ما تشتت وتفرق من الأقوال المختلفة يجمعها أن الصراط المستقيم هو دين الله الحق الذي ارتضاه لعباده. ما العلاقة بين الصراط المستقيم بمعناه اللغوي ومعناه الدلالي
اللغة العربية لغة واسعة وتقرب المعاني والمفهومات التي تدرك بالعقل والذهن وليست محسوسة، تقربها إلى الأذهان بعدة طرق، وهذا من سعة اللغة العربية. فمثلا تقربها بطريق الأمثال، وتقربها بطريق أدوات التشبيه، وتقربها بطريق المجاز، مجاز مرسل أو مجاز عقلي أو عن طريق الاستعارة، لأن المحسوس معلوم لدى الناس ويعرفونه ويتعايشون معه، لكن الأمر المعنوي أمر خفي ويحتاج إلى تدبر. ولذلك يضرب المثل بشيء المحسوس أو يشبه بشيء الملموس المادي لكي يفهم من هذه المقابلة الأمر المعنوي ويدرك في الأذهان. وقلنا هذه الوسائل متعددة، فنأخذ منها مثلا الاستعارة. فيعني ما هي العلاقة بين المعنى الحقيقي وهو الطريق؟ الصراط هو الطريق، الطريق الواسع الممهد السهل كما قلنا غير المسلوك، هذا المعنى الحقيقي له. والمعنى المجازي وهو دين الله الحق أو ملة الإسلام، فما العلاقة بينهما؟ فنجري عليه ما يسمى بالاستعارة، وهو أن شبه الإسلام لوضوحه وبيانه ويسره والوصول إلى الغاية من سعادة الدارين من أقرب طريق، شبه بالصراط المستقيم الذي هو الطريق الواسع السهل المتنع، وذلك بجامع التيسير والسهولة والوضوح والوصول والغاية وإلى الغاية بأقصر طرق. فالجامع بين المشبه والمشبه به هي هذه الأمور، لأنه لابد أن تكون في الاستعارة القواسم المشتركة بين الطرفين، وإلا لا يكون تشبيه. واستعير لفظ الصراط المستقيم على سبيل الاستعارة التصريحية لأمر الدين وملة الإسلام. ومعنى الاستعارة التصريحية هي التي يصرح بها بالمشبه به، والمشبه به هنا هو الصراط المستقيم، ولكن لا يذكر المشبه وهو هنا دين الإسلام الحق. فهذه تسمى استعارة تصريحية لأنه صرح فيها بالمشبه به وهو صراط المستقيم، ولم يذكر المشبه وهو دين الإسلام. ولا بد في الاستعارة من قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي هو الصراط المستقيم وهو الطريق الواضح، لابد أن تكون قرينة مانعة، وإلا يختلط الأمر بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، ولابد من الفرق بينهما. هنا المانع هو المعنى التعبدي في الدعاء، لأن التعبد إلى الله بالهداية المستقيم وهذا لا يفسر بالطريق الحسي، وكذلك كون هذا الصراط صراط الذين أنعم الله عليهم وغير المغضوب عليهم والضالين. إذا كان الصراط الحقيقي يمر به الكافر والمؤمن والصالح والطالح والفاسق والمغضوب عليهم، إذن هناك قرائن تدل على أن المقصود ليس الصراط الحقيقي، وهذه القرينة وهي تمنع من إرادة هذا المعنى الحقيقي. كما تقول مثلا رأيت أسدا في السوق، يعني تريد أنك أنت تشبه الرجل البطل المغوار المقدام الجريء
بالأسد بجامع الشجاعة في كل. وقد استعرت لفظ الأسد للمشبه به على طريق الاستعارة التصريحية. طيب ما المانع؟ طبعا لأن صرح به بالمشبه به ولم يصرح بالمشبه وهو المغوار. ما المانع هنا من إرادة المعنى الحقيقي؟ كونه في السوق، كلبة في السوق منعت من إرادة المعنى الحقيقي للأسد وهو الحيوان المعروف. فكذلك هنا، فالاستعارة قربت لنا مفهوم الصراط المستقيم وهو المقصود بالذات. ممكن من جانب آخر للتبسيط، وربما يكون فهم الاستعارة صعبا لأنه اصطلاح بلاغي، وقد ذرناهم لمسايرة وتقديرا للطلبة الذين يحضرون هذا الدرس. أيضا ممكن نبسط الأمر بطريقة أخرى لزيادة الفهم وشرح الصراط المستقيم، كأن نقول مثلا بما أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح المستقيم الساهل الذي لا يتعثر فيه الإنسان وليس فيه التواء وليس فيه اعوجاج، ويصل سالكه إلى غايته بأقصر الطرق، فكذلك الإسلام لابد يكون فيه رابط ووجه شبه بين الاثنين، وكذلك الإسلام هو كذلك، طريقه واضح ومبني على اليسر وعلى رفع الحرج وعلى السهولة وعلى عدم، ليس فيه التواء وليس فيه انحراف وليس فيه اعوجاج، ويصل صاحبه إلى الغاية منه وهو السعادة في الدارين من أقصر طريق أيضا، ويسير فيه السائر مطمئنا آمنا لا يعتريه خوف ولا ينتابه اضطراب ولا قلق ولا حيرة. فإن أرجو أن يكون الأمر الآن واضحا بين العلاقة بين المعنى الحقيقي للصراط المستقيم والمعنى والأمر المعنوي لهذا الصراط. والعرب كثيرا ما يستعيرون الصراط المستقيم للأمر الواضح والحق والعدالة والنزاهة والنور، هذا في لغتهم كثير. من ذلك قول جرير يمدح الخليفة الراشدة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يمدحه فيقول: أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. فاستعمل وهو على استقامة معروفة حتى سبي بالخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا قال الهذلي أبو ذؤيب: صبحنا أرضهم بالخيل حتى تركناها أدق من الصراط. فهذا من الشعر العربي القديم الذي يدل على أن العرب يستعملون في لغتهم كلمة الصراط المستقيم في كل ما هو واضح وبين كالنزاهة والحق والعدل والنور وأمثال ذلك. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. إذن عرفنا معنى الصراط وعرفنا معنى
المستقيم. لماذا وصف الصراط بالمستقيم والمستقيم والصراط كما ذكرنا في الدرس الماضي أن من أوصافه أن يكون مستقيما؟ قلنا الصراط في لغة العرب لابد أن تتوفر فيه خمسة أوصاف: أن يكون مستقيما، وأن يكون سهلا لا يتعثر فيه سالك، وأن يكون مسلوكا، وأن يكون واسعا، وأن يكون مؤديا إلى غاية وليس مسدودا. فما دام الصراط هو مستقيم في ذاته فلماذا يوصف بالمستقيم؟ وكيف يوصف مستقيم بمستقيم؟ سؤال. يقال وصف بالمستقيم لأن المستقيم الصراط المستقيم قد يكون على خط واحد وليس فيه انحراف لا عن يمين ولا عن يسار، ولكن قد يكون فيه هبوط وارتفاع على حسب طبيعة الأرض. فجاءت كلمة المستقيم لتنفي عنه هذا الهبوط، قد يكون مستقيما وليس فيه انحراف وليس فيه اعوجاج ولكن فيه هبوط وارتفاع. يقول هذا المستقيم لا فيه انحراف ولا اعوجاج ولا هبوط ولا انخفاض، كله على شكل المستقيم واضح. ممكن أن يجاب بجواب آخر، وهو كثيرا ما يوصف الشيء بمثله وما يسمى بالصفة الكاشفة. الصفة فيه صفة فارقة وهي أن تعطي زيادة على الموصوف، شيء جديد على الموصوف. تقول مثلا سعيد موظف شاعر، وصفت أنه موظف بأنه شاعر، أخبرت بأنه موظف ويتصف بأنه شاعر. طبعا كونه شاعر يختلف عن كونه موظفا، فصفة زائدة عليه فارقة. عندما تقول مثلا قرأت كتابا، أو مثلا سمعت كلاما بينا واضحا، كلمة واضحا هي نفس بينا والمعنى واحد وهي صفة. هذه أكدت الصفة، ولهذا تسمى الصفة الكاشفة، يعني كشفت عن أمر آخر وزادت الصفة توضيحا وأكدتها. أو شاهدت مثلا برجا طويلا سامقا، سامق وطويل، لكن أردت المبالغة في الطول وأنه طويل حقيقة فجاءت الصفة الكاشفة. وكذلك هنا صحيح الصراط هو المستقيم ووصف بالمستقيم زيادة مبالغة وتأكيدا لاستقامته، وهذا زيادة على أنه مستقيم يعني ليس فيه أي شبهة من انحراف أو عجيب أو عجيب أو عجاج أو هبوط أو. فجاءت كلمة المستقيم لتؤكد لنا المبالغة في استقامة هذا الطريق المستقيم. ثم قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. وكلمة صراط هنا تعرب بدلا، بدل من الصراط المستقيم والبدل من التوابع، فمنصوب لأن المبدل منه منصوب أيضا، والمبدل والبدل يتبع المبدول، وهو من التوابع الأربعة المعروفة. وهو بدل كل من كل، لأن الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم وليس جزءا منه. أحيانا يكون بدل بعض من كل، مثلا قرأت القرآن نصفه، هذا بدل بعض من كل،
أما عندما يكون البدل هو نفس المبدل منه فهذا يسمى البدل كل من كل. مثلا نقول ختمت كتاب الله القرآن، القرآن وكتاب الله يعني كل من كل وليس من بعض، وكتاب الله هو نفس القرآن. ابن مالك رحمه الله لا يسمي هذا البدل كل من كل، ويسميه البدل المطابق أو البدل الموافق، لأنه يرى أنه لا يصح أن يقول بدل كل من كل في لفظ الله قوله تعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات والأرض، على قراءة الكسر في لفظ الجلالة إحدى قراءات حفص يقرأ بذلك. وقال لا يليق بمقام الله أن يقول يقال أن هذا بدل كل من كل، لأن الكل يقتضي أن يمكن أن يجزأ ويقسم، يعني يقبل التجزئة والقسمة، ويتعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ولهذا كان يسميه اللفظ المطابق، يعني يطابق المبدل منه أو الموافق. وقد جرى على هذه التسمية بعض العلماء، وطبعا هذا يدل على ورعه وعلى تأدبه مع الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الاصطلاحات كثيرا لا تكون منطبقة على مدلولها. وما معنى المصطلح؟ المصطلح هو ما اتفق عليه أهل العلم وأهل الفن على مدلول معين، والمصطلحات هي اللغة المشاركة بين أهل العلم. عندما يطلق المصطلح يفهم من الكل. الأستاذ عندما يدرس طلبته وهم متقدمون في علم النحو، عندما يقول هذا فاعل وهذا مفعول وهذا مبتدا وهذا خبر وهذا حال وهذا تمييز، يعرف الطلبة ما يقصد الأستاذ، لأن يعرفون هذه المصطلحات. فالمصطلحات في كل هي ضرورية، هي توحد الفهم بين أهل العلم، وهذه مهمتها. ولو دققنا في كثير من المصطلحات نراها بعيدة جدا عن مدلولها. خذوا مثلا كلمة النحو. النحو هو العلم المعروف في اللغة العربية، لا علاقة له بمدلوله أصلا. والأصل في ذلك أن الأسود الدؤلي رحمه الله عندما كلفه الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بجعل قواعد للنحو بعد ما رأى الناس يخطئون ويلحنون في القرآن الكريم، فجعل أبو الأسود الدؤلي بعض القواعد وقدمها للإمام علي ليرى فيها رأيه، فأعجب بها الإمام علي وقال أنحو هذا النحو، يعني سر على هذا الاتجاه، كما نقول والله سرت نحو المشهد أي اتجاه. فكلمة نحو عبارة عن اتجاه، وهي لا تدل على مدلول النحو الموضوعي، ولكنه اصطلاح. المهم أن هي كلمة متفق عليها بين أهل العلم. ولو تتبعنا هذا الموضوع رأينا كثير من المصطلحات لا تنطبق على مدلولها. ولذلك قال العلماء كلمة قالوا لا مشاحة في الاصطلاح. المشاحة هي الأخذ بالرد في البيع والشراء، لا مشاحة بدون المناقصة، يأخذ المصطلح كما هو وباعتباره وسيلة للاتفاق بين أهل العلم وبين الأستاذ وطلبته. فهذا شاهد على عملية الإمام مالك رحمه الله، كره أن يقال بدل كل من كل. طيب، قد يقول قائل لماذا جاء هنا الأسلوب البدل؟ لم يقل مثلا اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم،
لماذا هذا التكرار؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ممكن كان يقتصر أن يقال مثلا وهو ده الافتراء طبعا، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. الجواب على ذلك أن هناك فرق كبير، لأن أسلوب البدل يعطي قوة ويعطي تأكيدا لمعنى الصراط المستقيم. كيف؟ لأن أسلوب البدل هو في نية تكرار العامل، وهذا يحتاج إلى شرح. ما معنى يحتاج إلى تكرار العامل؟ عندما تقول مثلا رأيت أحمد الكريم، فالكريم هنا صفة لأحمد، والعامل هو الفعل رأيت أو قابلت، وهذه جملة واحدة. إذا قلت على طريق البدل رأيت الكريم أحمد، فهذا بمنزلة جملتين على نية تكرار العامل. ما معنى على نية؟ لأن التكرار ليس موجودا في الجملة، ولكنه مقصود في الذهن وفي النية وملاحظ ذهنا، لأن العامل هنا واحد، وهو قابلت الكريم أحمد، لكن من حيث المعنى ومن حيث القصد الذهني كأنك قلت قابلت الكريم قابلت أحمد، فالعامل وهو الفعل كأنه تكرر مرتين، وأصبحت الجملة جملة البدل كأنها جملتان. إذن لو قارنا بين الجملة الأولى جملة الصفة مثلا قابلت أحمد الكريم وهي صفة وهي سليمة ولكنها جملة واحدة، عندما قلت قابلت الكريم أحمد كانت هذه الجملة بمنزلة جملتين، الجملة الأولى وهي المذكورة، والجملة الأخرى وهي المنوية المقصودة في الذهن وهي مراعاة في المعنى. هذا معنى البدل في نية تكرار العامل. ولا شك أن وجود جملتين إحداهما مذكورة والأخرى منوية أقوى وآكد في المعنى من جملة واحدة. أظن فهمنا المقصود. فإذا أسلوب البدل كان طبعا ليس معنى ذلك أن في كل مقام، لا، في مجال ومقام يقتضي البدل أحسن من الصفة، ومقام الصفة أحسن من البدل على حسب المعنى وعلى حسب السياق. يعني ليس معنى ذلك أن هذه قاعدة عامة، لا لا، نحن نتكلم على موقع معين وهو تفسير سورة الفاتحة، وهذا صراط الذين أنعمت عليهم. يعني أنا نأخذ هذه، يعني دائما أن أسلوب البدل يفضل على الأسلوب الصفة، لا لا، كل مقام المقال. طيب إذن هنا أسلوب البدل كان له موقع وله دلالة معنوية واضحة، وهي تثبيت معنى كلمة الصراط المستقيم وتأكيده في الأذهان حتى يرسخ، لأن الأمر يحتاج إلى كثير من التأكيد وكثير من الترسيخ، لأن الصراط المستقيم هو رأس المال، هو رأس المال المسلم، هو الدين الحق، هو النجاة، هو السلامة، كل الأمور الأخرى هي فروع متعلقة به، جداول، روافد.
فإذا أمر مهم جدا وهو الأساس، أساس في العمارة، فيحتاج إلى كثير من إلى تسليط الأضواء وإلى ما يخصصه ويعينه بحيث لا يشتبه به أي فريق آخر. قد يقول لماذا كل هذا الحشد مدى التأكيدات؟ نزيد أكثر من هذا، من غير أسلوب البدل أيضا تكرار كلمة صراط، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، وهذا لا علاقة له بالبدل. أيضا عندما تكرر كلمة هذا دليل على الاهتمام بها والتركيز عليها. أحيانا يكون التعبير بالضمير، ولكن بدل الضمير تضع الظاهر بدل المضمر، هذا يفيد زيادة التأكيد المعنى والاهتمام بهذه الكلمة اهتماما خاصا. وإذا مروا باللغو مروا كراما، كرر الكلمة مروا للتسليط عليها والتركيز عليها، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، وإذا قال له وإذا منه مثلا، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، من غير القرآن، ويقولون هو من عند الله وما هو من عنده. لماذا كررت الكلمة وحل الظاهر ومحل المضمر؟ لا، للتركيز والاهتمام بهذه الكلمة، تسليط الضوء عليها. فكذلك هنا جاءت كلمة الصراط، وهذا يعني ليس في كل، لا علاقة لها بالبدل، لأن البدل كل من الكل، لا علاقة له أن تتكرر الكلمة وغيرها. المهم على أن البدل يفسر المبدل منه، لكن هنا جاءت بالتكرار لتدلل على العمق المعنى في الصراط المستقيم، وأنه أكثر وضوحا، وأنه متعين، وأنه متخصص، وأنه متميز على كل صورته. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. إذن نلاحظ أن هناك عدة تأكيدات وعدة أوصاف للصراط المستقيم تجمعت واحتشدت في هذه الآية، نعددها واحدة واحدة. أولا تعريف الصراط، اهدنا الصراط بالألف واللام، والألف واللام للتعريف، والتعريف هنا العهدية، والمقصود بها العهد الذهني، هذا تعريف آخر. هو أل هي معرفة، وكونه الأل فيه للعهد أكثر توضيحا، لأن للعهد وهي المعهود المعروف لدى الداعين، يعرفونه ويتصورونه لأنهم مسلمون ويتفيؤون ظلال الإسلام وينعمون بفضائله، فهو معروف لديهم. والشيء المعروف يكون أوضح من أل الجنسية، الأل الجنسية دي شاملة لكل أفراد الجنس، حتى هي أل التعريف، لكن أل العهد أكثر تعريفا لأنها محددة ومعروفة في ذهن المتكلم واضحة. وهو الصراط معروف لدينا ويعرفه المسلمون، وهو دين الله، هذا تعريف. ثالثا وصفه بالمستقيم، زيادة في التوضيح وزيادة في البيان وزيادة في التعيين والتخصيص. رابعا
الأسلوب البدل، وقد عرفنا الفرق بينه وبين أسلوب النعت. خامسا تكرار لفظ الصراط، زيادة في الانتباه والتركيز على الصراط المستقيم. إذن عدة عوامل تجمعت في بيان الصراط المستقيم. أمر واضح آخر نذكره، وهو أن البدل عرفنا أنه هو بنية تكرار العامل، وهو يفسر المبدل منه. ولذلك حتى في من حيث علامات الترقيم، وهي حديثة ولكن مفيدة، أصبحت جزء من الكتاب الحديثة، عندما نقول قابلت أحمد الكريم، لا نجعل بين الصف والموصوف فاصلة أو قاطعة أو شارحة، لأن الصف لا تنفصل عن الموصوف، لكن عندما نقول قابلت الكريم أحمد، نجعل من حيث الترتيب والتنظيم في الكتاب الحديث، نجعل شارحة نقطتين بعد كلمة الكريم، هذه تدل على أنها شارحة، أن أحمد هي تفسير وتوضيح وبيان لكلمة الكريم. من غير تكرار العامل في البدل هناك فائدة أخرى منه، وهي أن المبدل منه مبهم يحتاج إلى تفسير. رأيت قابلت الكريمة مثلا، قابلت الكريمة، فالسامع يتشوق إلى معرفة هذا الكريم، من هذا الكريم؟ هذا الكريم كلمة عامة، صفة عامة تطلق على كل من يتصف بالكرم. فبعد ذلك، بعد هذا تشوقه إلى معرفة هذا المبهم، تقول أحمد إذن عرفه وقد تحدد. ولا شك أن الكلمة عندها تكون مبهمة، ويتشوق الإنسان إلى معرفة حقيقتها، ثم يأتي البدل ليفصلها ويبدلها ويشرح المجمل، لا شك أنها تكون أوقع في النفس وأكثر فهما. وهذه فائدة أخرى للبدل، مثلا تقول مثلا أكرمنا أحمد العزيز الأكرم مثلا، هذا على الصفة. عندما تقول أكرمنا الأكرم الأفضل أحمد، هذا أدعى إلى معنى الإشادة والثناء عليه من الجملة الأولى. أولا العامل الأول اللي قلنا فيه، وهي البدل بنية تكرار العامل. الأمر الثاني أنه جاء غامضا مبهما، ثم جاء تفسيره بالبدل وتوضيحه، فإذن كان السامع متشوقا إلى معرفة من هذا الأكرم الفاضل العظيم، فقال أنه أحمد. فأيضا هذا زيادة في توضيح هذا الصراط المستقيم، وهذا يدل على أنه معين تعيينا محددا ومخصصا، وأنه طريق لا شبهة فيه، طريق من أوضح ما يكون من الوضوح، وليس فيه أدنى شك ولا أي انحراف ولا أي اعوجاج، ولا يمكن أن تتخيل فيه أي من الانحرافات. ولماذا قلنا هذا الحشد؟ لأنه هو هذا الأصل في الدين، الصراط المستقيم هو دين الحق. ولذلك ندعو الله سبحانه وتعالى أن بعد هذه البينات أن يكون واضحا، وأن يكون ذلك أدعى إلى التشبث به، عندما تعرف أن هذا الدين يحتل هذه القيمة العظيمة، وأن الله أكرمه بهذه الصفات وجعله معينا ومخصصا ومحددا بهذا التحديد، تدعو الله سبحانه وتعالى صباحا ومساء أن يثبتك الله عليه،
وأن تدوم عليه وعلى هذا الصراط المستقيم لكي تنجو ولكي تسعد بسعادة الدارين أيضا. هذا كل ذلك أيضا لفائدة الإنسان الداعي. إذا كان هذا الصراط المستقيم له هذه الأهمية وهذه القيمة العظيمة فعليك أيضا أن تدعو الله صباحا ومساء بل في كل لحظة أن تقول الله سبحانه وتعالى اهدنا لهذا الصراط، اللهم ثبتنا عليه بالقول الثابت، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، مما يزيد الإنسان تشبثا وإصرارا على هذا الدين ويعض عليه بالنواجذ. صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم هذا فعل رباعي مزيد بالهمزة، وأنعم يستعمل لازما يعني يكتفي بمرفوعه الفاعل، ويستعمل متعديا، يستعمل لازما يكتفي بالمرفوع الفاعل لمعنيين: الأول بمعنى أحسن وزاد في الإحسان، عندما نقول أنعم الغني فعل فاعل لا يتعدى، بمعنى أحسن وزاد في إحسانه وعطائه. الأمر الآخر يكون بمعنى صار في النعيم، يعني فتح الله عليه وصار مرفها ومنعما، هذا استعمال أنعم لازما. ويتعدى إلى المفعول به لمعنيين أيضا: المعنى الأول بمعنى الترفه ورغد العيش، تقول مثلا أنعم الأب أبناءه، أي طيب معيشتهم ورفههم وجعل حياتهم في رغد ورخاء. والمعنى الثاني جعل شيئا ناعما، نأتي بمثل تقول أنعم النجار الخشب، يعني جعله ناعما لينا. ويستعمل أيضا متعديا بحرف الجر على، كما في هذه الآية الكريمة. وإذا استعمل بحرف الجر على كان المعنى أعطى وبذل ومنح ووهب، تقول أنعم الله علي بالصحة بتعدية الفعل بحرف الجر على، يعني أعطاني سبحانه وتعالى وتفضل علي وتكرم بالصحة. وجاء بحرف العلاء هنا، وعلاء تفيد الاستعلاء، ومعنى الاستعلاء هنا إفادة أن المنعم ذو قدر ومستعل وذو منزلة رفيعة. ولذلك لا يكون أنعم ومشتق منه ينعم، المصدر الإنعام، لأن ما يقال في الفعل الماضي يقال في بقية اشتقاقاته، لأن أنعم وما يشتق منه لا يكون إلا من أعلى إلى من هو دونه. يقول من أنعم رئيس الدولة بي على فلان بوسام مثلا، لابد يكون المقام المنعم أعلى من مقام المنعم عليه. هذا ما يتعلق باستعمال أنعم لازما ومتعديا إلى المفعول به ومتعديا بحرف الجر على.
وفرق بعضهم بين تعدية هذا الفعل وما اشتق منه إلى المفعول به وإلى حرف الجر، فقال إذا عدي إلى المفعول به يكون بمعنى النعومة واللين والدعة والترفه، وإذا عدي بحرف الجر على كان بمعنى العطاء والمنحة والهبة والتفضل والتكرم، وهو تفريق جيد ومستخلص من لغة العربية. وأنعم ومشتق منه لا يستعمل إلا للعقلاء، أيضا هذه من خصيصة هذا الفعل، فتقول أنعم رئيس الجامعة على الأستاذ مثلا بشهادة تقدير، أنعم الأب على ابنه بهدية، لكن لا تقول مثلا أنعمت مثلا على فرسي ولا أنعمت على سيارتي، لأن الإنعام لا يستعمل إلا في حق العقلاء. أيضا أنعم ومشتق منه لا يستعمل للإنسان نفسه، لا تقول أنعمت على نفسي، لابد أن يكون متعدا إلى الآخرين. أيضا من خصائص هذا الفعل ومشتق منه أنه لا يستعمل إلا في الخير أو في ما يتعلق فيه لين أو رقة أو دعة، ولذلك لا يصح أن يقال أنعم الطبيب الجراح على المريض ببتر ساقه، هذا ألم وليس فيه لا رفق ولا ألم. أو تقول مثلا أنعم الأستاذ بضرب تلميذه تأديبا له، ضرب ليس فيه لين ولا فيه دعة ولا فيه رفق. فإذا هناك خصائص للفعل أنعم ومشتق منه، وهو أنه لا يستعمل إلا في حق العقلاء ولا يستعمل في حق المنعم نفسه المتكلم، ولا يستعمل إلا في خير وفاه رفق في سعة ولين. المقابل اللي يستعمل لكل ذلك الفعل أحسن، أحسن هذا جاءته بالمناسبة، ولا علاقة لنا بالفعل أحسن، احنا نتكلم على أنعم، ولكن الشيء بالشيء يذكر. فأحسن عام، لك أن تقول أحسن الطبيب الجراح على المريض ببتر ساقه، وأحسن الأستاذ بضرب تلميذه تأديبا له، تقول أحسنت إلى نفسي، يعني ما هو ممنوع بالفعل أنعم يجوز في أحسن وما اشتق منه. هذا ما يتعلق بالفعل أنعم. نأتي بسؤال المفترض، صراط الذين أنعمت عليهم ثم جاء غير المغضوب عليهم. كلمة المغضوب اسم مفعول من الفعل الثلاثي غضب، لماذا لم يقل صراط المنعم عليهم بحيث تكون مقابلة اسم مفعول لاسم مفعول؟ المنعم هذا اسم مفعول والمغضوب اسم مفعول، هو كل اسم مفعول، لأن اسم المفعول له صيغ
من التلات المتعدي يكون على وزن مفعول، من أفعل يكون على وزن مفعل، أنعم فهو منعم، وأكرم فهو مكرم، وأعلم فهو معلم، وأنذر فهو منذر، وإلى آخره. فكلها يجمعها لأن الاسم مفعول له صيغ متعددة على حسب صيغة الفعل، فعل المفاعل وهكذا. إذن المهم على أن هي صيغة واحدة وهي صيغة اسم المفعول. فالمقابلة صراط المنعم عليه غير المغضوب، صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم. هذا السؤال المفترض، لماذا لا يقال هكذا حتى يكون هناك تجانس بين اللفظين، مفعول اسم مفعول يقابل اسم مفعول؟ الجواب على ذلك أن اسم المفعول هو بمنزلة الفعل المبني للمجهول. الفعل المبني للمجهول يتطلب نائبا للفاعل، لأن الفاعل غير مذكور، مجهول. والمعروف في القاعدة النحوية أن نأتي لأقرب مذكور وهو المفعول به ليكون نائبا للفاعل المجهول المحذوف غير المذكور. فإذا كان الفعل لا يتعدى إلى المفعول به، يتعدى إلى الظرف أو الجار المجرور، يقوم الظرف أو الجار المجرور مقام المفعول، مقام النائب الفاعل. ولذلك الفعل لا يبنى للمجهول إذا كان لازما. لا يقول مثلا في اللغة ممرض من مرضة، هذا مرضة لازم، ولا مشروف من شرفة، أو مكروب من كرومة. فإذا الاسم المفعول يقابله الفعل المبني للمجهول، وكما أن الفعل المبني للمجهول يحتاج إلى نائب فاعل، فكذلك اسم المفعول يحتاج إلى نائب فاعل. فنكتفي بطرح هذا السؤال، لأن الجواب يحتاج إلى بسط وشرح ويأخذ وقتا، فنرجئه إن شاء الله للدرس المقبل. ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.